ووسط إجراءات لوجستية ميسرة وتأمين طبي على أعلى مستوى من الجودة، تمكن ضيوف الرحمن من الصعود لجسر الجمرات لرمي جمرات العقبة الكبرى. كما يقوم ضيوف الرحمن بالمضي لأداء طواف الإفاضة والسعي ثم العودة مرة أخرى لمشعر منى لبدء أيام التشريق. بعد قضاء ضيوف الرحمن ليلتهم بمشعر المزدلفة وسط إجراءات لوجستية ومرورية ميسرة، تم تصعيدهم إلى جسر الجمرات لتمكينهم من رمي جمرات العقبة الكبرى بمشعر منى وذهابهم لعمل طواف الإفاضة والسعي والعودة مرة أخرى لمشعر منى لقضاء أيام التشريق. البعثة الطبية المصرية حرصت على توفير العيادات الطبية بمشعر منى لتوفير الخدمة العلاجية والدوائية لضيوف الرحمن أينما كانوا. ربنا كرمنا ورمينا اول رجمه الحمد لله، وبعد كده ان شاء الله طالعين بقى نستكمل بقيه المسيره الطبيه بتاعتنا. ان شاء الله رايحين نفرش العياده بتاعت منى بحيث نقدر نستقبل كل الحجاج ان شاء الله اللي جم من عرفات، طلعوا برده النهارده معانا كلهم الحمد لله بالكامل. لو في اي حد بقى في اي اصابات، في اي حد محتاج دواء، محتاج اي علاج، ان شاء الله موجودين مع الحجاج برده بالكامل لحد ما نخلص 6 ايام في منى باذن الله، وبعد كده نرجع الفنادق ان شاء الله العيادات تشتغل تاني ان شاء الله باذن الله. بنتابع الحالات اللي هي المناومة في المستشفيات، وبنعدي على الحالات بنشوف الأخبار الحالات إيه. السلطات السعودية عملت السنة دي حاجة اسمها تفويض للحالات المناومة أو الحالات المحجوزة في المستشفيات، بحيث إن هم يقدروا يحضروا الحج ويحضروا مناسك الحج، والحمد لله تابعنا كان في 12 حالة طلعوا المناسك وطلعوا عرفات. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين فور رمي الجمرات العقبة الكبرى بمشعر منى عبروا عن سعادتهم البالغة لأداء الفريضة والوقوف بعرفة وسط أجواء روحانية كانت القاسم المشترك بينهم. أجمل إحساس في الدنيا كلها، ربنا وفقنا ونشكر ربنا سبحانه وتعالى إن وفقنا للمكان ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يكتبها للجميع ان شاء الله وللمسلمين كلهم حاجه ممتازه، وربنا يبارك للايمين على هذا العمل ان شاء الله. مبسوطين والله خالص، قلبنا دي ملم الفرحه وكل حاجه والله، الحمد لله الحمد لله والله. مشاعر حلوه جدا جدا، والاحساس ان الواحد يعني في بيت ربنا وبكل المشاعر الحلوه دي اكيد طبعا سعيده جدا جدا يعني، واتمنى ان ربنا يكتبها لي تاني وتاني يعني ان شاء الله. ربنا يا رب بحق النبي يتقبل مننا كلنا. كان احساس جميل جدا جدا، وربنا يكتبها لكل مشتاق ان شاء الله باذن الله. هنيئا لضيوف الرحمن الوقوف بعرفه وبدء ايام التشريق برمي العقبه الكبرى لتشرق معهم حياه جديده خاليه من الذنوب، نسال الله ذلك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.